الاسكتلندي صعب على ألسنة أطفالنا، لكن أطفالنا ولم يرتجع أو يتراجع. زبالة الصورة. فنستمر. في قلوبنا في هذا المخيم باسم نادي زبدة. كانت سنة استثنائية للفريق، فاستطاع الفوز في جميع المسابقات النادي والفريق بغرامة مالية كبيرة لأنه فريق إنساني. وقفت معنا ما عملها القريب، جماهيرة بالعالي رفي حرة، وانت يا احتلال اطلع برا، وكرامتنا رفعتوها على المدرجات، ويا نحن ما رفعنا دعم لكم اطفال الدهيشه وفلسطين، لكم اوفياء. جمع تبرعات من جماهير نادي سلتك الاسكتلندي، وتفاعل الجماهير الاسكتلنديه ومشاركتهم في الحمله والمبادره في الاعلام. فلسطين حره.